السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة الأسفولة، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله معدنا مع حلقة جديدة من حلقات الأسفولة مع قصص الاستماع، وقصتنا بعنوان صداقة بلا قيود. قبل ما ندخل على القصة تعالوا نشوف هنا، هل يا ترى إن المفروض إحنا نتعلم لغات مختلفة ولا نكتفي باللغة الأم بتاعتنا؟ أنا شايفة إن تعلم لغات مختلفة ده هيساعدنا على التواصل مع أصحاب هذه اللغات، يعني أنا مثلا لو بعرف لغة فرنسية هقدر أتواصل مع الفرنسيين، ولو بعرف لغة ألمانية هقدر أتواصل مع الألمان مثلا يعني. طيب لما بتعلم لغات مختلفة أقدر أكون صداقات جديدة واكتسب ثقافات وخبرات من أصحاب اللغات دي، لكن خلي بالك لما تيجي تكتسب ثقافات غير الثقافة بتاعتك تاخد النافع وتترك الضار، تاخد اللي يناسب ثقافتنا وديننا ونترك ما لا يناسبنا. ويلا بينا نبدأ قصة الاستماع صداقة بلا قيود. في بداية القصة بيقول لنا ايه؟ إجازات الصيفية لهذا العام كانت تختلف كليا عن الأعوام السابقة كلها. طيب عايزين نعرف ليه الإجازة بالنسبة للكاتب بتاعنا كانت مختلفة، فلم تكن فقط نزهة نفسية وجسدية بل كانت عقلية أيضا، يعني النزهة بتاعته ما كانتش بس نفسية وجسدية لكن كان فيها نوع من العقل أو نوع من التفكير. تعالوا نشوف ليه بيقول، فعندما سافرنا في الإجازة إلى إحدى المدن الساحلية بالبحر الأحمر كان يسكن بجوارنا عائلة أجنبية، وده بيحصل معانا لما بنروح على الشواطئ وبيكون في عائلات أجنبية أو بيكون في سياح موجودين في المنطقة وبها أولاد في مثل سني، أكيد يعني السياح بيكونوا جايين ومعاهم أولادهم. في يوم من الأيام تقابلنا على الشاطئ واستأذنت والدي أن ألعب معهم، فسمح لي أن نلعب على الشاطئ أمامه. هنا طبعا الولد حب أن هو يلعب مع الأولاد اللي هم أصلا من عائلة أجنبية، استأذن الأب والأب سمح لي. كان في بادئ الأمر ممتعا وبعد ذلك حدث العكس، أول ما بدأ يلعب اللعب كان ممتع، بعد شوية لا أصبح ممل، السبب يا ترى؟ فلم أستطع إيصال التعليمات إليهم لأنهم لا يستطيعون فهمي باللغة العربية، فانتهت اللعبة ولم يرضى الجميع عن هذه النهاية. عرفنا إيه السبب؟ السبب طبعا إن هو ما قدرش يوصل ليهم التعليمات، ولا هم قدروا يفهموا التعليمات، ما قدروش يتواصلوا في اللعب كويس، فعشان كده أنهوا اللعبة وخلاص انتهى اليوم على كده. تعالوا نشوف هنا، أين كانت الإجازة الصيفية لبطل القصة؟ في الحديقة؟ لا مش في الحديقة، كانت على الشاطئ. ماذا قرر بطل القصة عندما رأى أولاد العائلة الأجنبية التي تسكن جوارهم على الشاطئ؟ قرر على طول أو مباشرة كده إن هو يلعب معهم زي ما شفنا في القصة. وهنا بيقول لي لماذا أصبح اللعب مملا بعد فترة؟ لأنه لم يستطيع إيصال التعليمات إليهم زي ما قال لنا في العبارة، تمام؟ فهم لا يفهمون اللغة العربية وانتهت اللعبة ولم يرضى الجميع. يلا بينا نشوف أهم المفردات اللي موجودة في الفكرة دي، جايبالكوا هنا المفردات المهمة عشان نقدر نعرف الكلمات اللي ممكن تجيلي في الامتحان هتكون ايه. أول حاجة كلمة كليا معناها بشكل كامل، كليا تختلف كليا يعني بشكل كامل. المدن الساحلية هي المدن على شاطئ البحر، دي بنسميها مدن ساحلية. سني يعني عمري، الأطفال كانوا في مثل سن أو عمر الإيه؟ الكاتب بتاعنا بطل القصة. تقابلنا معناها التقينا. كلمة سمح لي معناها وافق، وافق أن يلعب معهم. بادئ الأمر يعني في البداية، وكمان عندنا لم يرضى يعني يقبل. لو إحنا حطينا لم هنقول لم يرضى لم يقبل، ولو قلنا يرضى بس يبقى يقبل. عندنا كمان الصيفية مضادها الشتوية، الصيف والشتاء الاتنين عكس بعض، كليا عكسها جزئيا. سمح لي رفض لأن هي معناها وافق يبقى عكسها رفض. مضاد بادئ يعني النهاية أو في النهاية. ممتعا مضادها مملا، قلنا اللعب في الأول كان ممتعا ولكن أصبح مملا. يرضى مضادها يرفض. نزهة جمعها نزهة، وعندنا البحر جمعها يا إما بحار يا إما بحور يا إما أبحر، التلات جموع صح معايا. كمان جمع نهاية نهاية.
انتهى يومنا ولم أكن مستمتعا بأحداثي، بل كنت متضايقا لما حدث. فكيف يكون أمامي شخص وأريد أن أتحدث إليه ولا أستطيع أن أفهم ما يقول؟ عدت إلى غرفتي وظللت أفكر كيف ولماذا حدث ذلك، ولم يكن لدي سوى إجابة واحدة، هي أنني لم أفهم لغتهم ولا هم أيضا يفهمونني. قررت أن أبحث من خلال شبكة الإنترنت عن كلمات ترحيب خاصة بلغتهم، وأهم الجمل التي يمكنني استعمالها في أثناء اللعب، وظللت أحفظ بعض كلمات الترحيب بلغتهم كي أستطيع التواصل معهم. شايفين بطل القصة عمل إيه؟ عرفنا هو عمل إيه؟ تعال نشوف هو عمل إيه. أول حاجة بيقول لي لماذا كان بطل القصة يشعر بالضيق بعد انتهاء اليوم؟ كان يشعر بالضيق لأنه كان غير راضي عما حدث. هو إيه اللي حصل؟ كان أمامه أشخاص ولا يستطيع التحدث معهم. لماذا؟ لأنه لا يعرف لغتهم، ودوت اللي إيه جعله يشعر بالضيق. بعد كده هنا بيقول لي ماذا قرر بطل القصة للتغلب على مشكلة عدم التواصل الجيد؟ طبعا احنا بتقابلنا مشاكل كتير، الصح ان احنا نهرب من المشكله ولا نواجهها؟ لا طبعا المفروض نواجه المشكله. طيب ازاي نواجه المشكله؟ نحاول ان احنا نلاقي لها حل مناسب. الحل بالنسبه لبطل القصه كان ان هو يتعلم كلمات بلغه هؤلاء الاطفال، وفعلا قرر ان يتعلم كلمات بلغتهم حتى يستطيع التواصل معهم. تعالوا نشوف اهم المفردات. سوى معناها اغير، وعندنا كلمة الجمل مفردها الجملة، غرفتي جمعها غرف، شبكة جمعها شبك أو شباك، وعندنا كلمة متضايقا مضادها راضيا. في اليوم التالي ذهبت لألعب معهم مرة أخرى، لكنني فاجأتهم لأرى فجأهم بإيه؟ بترحيب حار بلغتهم، ورأيت في عيونهم نظرة تعجب. شفنا رد فعلهم، حسوا بالتعجب، كيف تعلم هذه الكلمات في هذه الفترة الصغيرة؟ كأنها تقول هل تستطيع الحديث بلغتنا؟ وبالفعل لعبنا معا، ولكن الحال اختلف عما حدث أمس. فاليوم كنت أفهم معظم التعليمات في أثناء اللعب، وكنت أستطيع التواصل معهم مستخدما بعض الكلمات والمحادثات التي حفظتها، وهو ما جعلهم يتحمسون جميعا لتعلم لغتي العربية حتى يستطيعوا فهمي كما فهمتهم. كان يوما ممتعا مختلف عن السابق، واتفقنا على أن نظل أصدقاء ونتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالفعل أصبحنا أصدقاء حتى الآن. أنا أعلمهم لغتي العربية وأسألهم في بعض الأمور التي لا أستطيع فهمها بمفردي في لغتهم، كما اتفقنا على أن نتقابل الصيف المقبل. يلا تعالوا نشوف هنا لماذا تفاجأ الأصدقاء عندما قابلوا بطل القصة في اليوم التالي؟ لأنهم شعروا بالمفاجأة عندما وجدوا أن بطل القصة يرحب بهم بلغتهم ويستطيع أن يتحدث معهم في بعض الكلمات باللغة الخاصة بهم. كيف اختلف لعب الأصدقاء في اليوم التالي؟ لأن هنا أن الأصدقاء يعني التواصل كان أفضل من اليوم السابق، وده كان بسبب أن بطل القصة تعلم بعض الكلمات الخاصة بتعليمات اللعبة. على ما اتفق الأصدقاء؟ يعني على ما اتفق الأصدقاء؟ اتفق الأصدقاء على أن يظلوا أصدقاء ويتواصلوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالفعل فعلا أصبحوا إيه؟ أصدقاء. واتفقوا على أن يتعلم كل منهم لغة الآخر. ما معنى ترحيب حار؟ كلمة ترحيب حار معناها ترحيب شديد. تعجب معناها اندهش. معظم معناها أغلب. طيب ما معنى نظل؟ معناها نبقى. ومعنى المقبل القادم، ومعنى يتحمسون يتشجعون. طيب تعالوا نشوف بعض الكلمات ومضادها. كلمة التالي مضادها السابق، ومضاد معظم بعض. يلا بينا نشوف الفكرة اللي بعدها. حين جاء فصل الصيف وتقابلنا وسلمنا على بعضنا، كنا نحن الأشكال نفسها لكننا لم نكن الأشخاص أنفسهم. يعني كانوا نفس الأشكال لكن الأشخاص تغيرت. لماذا؟ أصبح كل منا يتقن لغة الآخر، وبالفعل أيقنت أن تعلم العديد من اللغات يسهم في اندماج الشخص مع المجتمعات المختلفة والتعامل مع الآخرين بلطف. أنت كمان لو اتعلمت لغات مختلفة أكيد هتقدر تتعامل مع أشخاص من بيئات مختلفة.
كما يساعدنا أيضا في بناء صداقات قوية وفي تغيير رؤية الشخص للعالم من حوله. لو اتعلمت لغات أكتر هتقدر تتواصل أكتر مع كل أنحاء العالم. ما الفرق بين لقاء الأصدقاء الأول ولقاء الثاني؟ في اللقاء الأول شعر الأصدقاء بالملل لأن كل منهم لم يفهم الآخر. في اللقاء الثاني كانوا نفس الأشكال ولكن الأشخاص كانت مختلفة. ليه؟ لأن كل منهم أصبح يتقن لغة الآخر. ما فوائد تعلم اللغات الأجنبية؟ بطل القصة قال لنا لو اتعلمت لغات أجنبية ده هيسهم في إيه؟ في اندماجك مع الآخرين ومع المجتمعات الأخرى، وبالتالي هتقدر تتعلم ثقافات أكتر وهتقدر تبني صداقات قوية مع الآخرين. تعالوا نشوف المفردات المهمة في الفكرة اللي قدامنا دي. أول حاجة ما معنى يتقن؟ يتقن معناها يجيد، يتقن اللغة يعني يجيد اللغة. معنى أيقنته يعني تأكدته، اليقين هو التأكد. يسهم هنا المقصود بيها يساعد، يعني يساعد الشخص في الاندماج مع الأشخاص الأخرى. كلمة اندماج معناها اختلاط ومشاركة. بلطف معناها بلين، اللطف هو الرقة واللين. بناء معناها إقامة. طيب ما مضاد أيقنته؟ عرفنا إن معناها تأكدته، يبقى مضادها شككته. ما مضاد اندماج؟ انفصال. وما مضاد لطف؟ غلظة أو عنف أو قسوة. ما مضاد إقامة؟ هدم. وصلنا لنهاية قصة الاستماع صداقة بلا قيود، بس عشان تقدر تتقن القصة أكتر لازم تتفرج على فيديو التدريبات، هسيب لك رابط الفيديو في صندوق الوصف. مستنياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.